ما هو الشعر الذي يمنع الإنسان من حلقه؟ بمعنى أن هناك شعرا ميتا قد يتساقط الشعر بنفسه من الإنسان، قد تكون مرتديا لثوب الإحرام وتجد أن في الرداء شعرا متساقطا، فهل هذا الشعر يلزمك أن تفتدي بسبب سقوطه من جسدك؟ لا يلزمك ذلك، لأن الشعر الميت أو لأن الذي خرج بنفسه من الجسد مثل هذا الشعر كحال منفصل، أي أنه ميت ليس له حكم، لذلك لا يلزم المحرم الذي يسقط منه الشعر دون إرادة منه، لا يلزمه فيه شيء، والله تعالى أعلم. وهكذا إن كان المحرم مثلا يسرح شعره، ذكرنا في الدرس السابق في درس سابق لا أدري متى أخذناه، لكن ذكرنا أنه لا يوجد مانع شرعي من أن يسرح المحرم شعره إلا في حالة واحدة، إن كان يغلب على ظنه أنه إن سرح شعره فسيسقط شعر، شعر حي، غلب على ظنه هذا فيمنع من التسريح لأجل غلبة الظن هذه. أما إن لم يغلب عليه هذا الظن أو أن الذي يسقط من شعره حينما يسرحه وشعر ميت فلا حرج عليه بأن يسرح شعره، والله تعالى أعلم. لذلك فهنا نقول إن المنع هنا إنما هو للشعر الحي، أما الشعر الميت فليس في ذلك حرج، لأن إذا سقط من الإنسان أو إذا أسقطه بنفسه ما دام ميتا لا يجد ألما لحال خروجه أو سقوط هذا لا حرج فيه مهما كان عدد هذا الشعر، والله تعالى أعلم.